قد يدعو الإنسان أحيانا على ولده حنا ما فرق له جارون نفر زاريخ رادك ويوافق وقت إجابة الدعاء حنا جرى إنسانك نفرك زاريخ رادك أو نفرك وقتك استجابة وقبوله بأصيبه فلماذا ندعو لأولادنا بالشر؟ لماذا لا ندعو لهم بالصلاح بالهداية؟ لماذا نستعجل؟ لماذا لا ندعو بالدعاء الطيب؟ ندعو لهم بالصلاح. فنذلل ألسنتنا بأن ندعو بالدعاء الصالح حتى لو غضبنا نقول الله يهديك الله يصلحك. سواجي أم حتى عشغي ما بقرجي أم قريب زماني خيني دعاي بحق بكن أم بيشو خديت هدايتك خديت إصلاحك خديت الرافك زاري خرام قريب دعاي صابكن.